تربط العلاقه ما بينك وبين شجره البوم بان شجره مقدسه. كوب من القهوه ينسيك كل مراحل الشهور الذي مرت علينا. شجرة البن وجدتي من أيام الطفولة، أيام ما كنت أخرج بعد الوالد والوالدة وأني صغير، هم يعني يهتموا بالشجرة، يقلموا الشجرة، يحصدوا، وأني كنت أخرج معهم. لأن الذي حصل عندنا إنه الأمطار خفة بشكل خفيف أو زيادة نسبة الجفاف، والسيول الذي تأتي ملوث، السيل بدل ما يجي يغذي البن يجي يقلع البن. قبل التدخل في المشروع في المنطقة كان المزارعون يعانون من شحة المياه، ضياع لمحاصيلهم الزراعية بسبب قلة المياه في المنطقة وعدم توفر الآبار. بالنسبة للخزانة التكميلي الذي في ذهل الأشغال العامة، توجد فارق بالشجر القديم اللي تغرس. هذه الخزانة يعني ساهمت بتحسين الجودة لشجرة البن بشكل عام. أصبح البن ذو قيمة عالية، فممكن يعني إن الشباب من خلال المحصول هذا الذي اهتم به إنه يدرس، يبني له بيت، ويتزوج، يعني يحسن من ظروف معيشته، تبعوا هذه المواريث التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، ويهتموا بشجرة البن ويستمروا في زراعته.